من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا connection da rede وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجفز الضمان وغسلينا لنستفيق كأهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبنينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشرها بسم الله الرحمن الرحيم نحن الآن في منطقة مولانجي هذه المنطقة تسمى مفاسا نحن بنينا هذا المسجد والمسجد المتبرع لهذا المسجد هو المسجد الواقعين رقم 5582202023 تبرعات من دولة القطر هو سيد الدكتور مازن الهاجري والداعية فاطمة الهري نشكر المتبرع لهذا المسجد الواردين على هذه التبرعات كما ترون فرشنا هذا المسجد والآن الناس كلهم يفرحون لأجل هذه التبرع والله نشكركم على هذه التبرعات وندعو لكم الخير والعافية في هذه الدنيا والآخرة اللهم بارك المتبرع لهذا المسجد مسجد الوالدين وبارك في أموالها وبارك في أموالها وبارك في أموالها وإخوانها اللهم بارك في أمواله وإخوانه اللهم إننا نشكر على هذه التبرعات وندعو لهم الطيب والعافية في هذه الدنيا والآخرة صلى الله على سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين أنا مآسينا بأيدينا من لا يفرج في جوارحنا ويفرش الدرب ريحنا ونسرينا وينفض سمع الله لمن حمده الله أكبر أمتي أدعوك فاستنهضي همما من لا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا الله أكبر 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 تهليل وأدعية والقدس تهتف للداعين آمينا المسلمون وملء قلوبهم همم مشبوفة لسبيل الله ماضونا الله أكبر تهليل وأدعية والقدس تهتف للداعين آمينا فالمسلمون وملء قلوبهم اسمي فزرادنا تعلم في سيد مدرس جئت بالقرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والآديات ذبحا فالموريات قدحا
فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Stan Matias ndima pusira Matias sai alif ba ta fa jim ha ha dal zal la za si shi swad dwa dwa va A-A-I-N W-A-I-N F-A-O-F-A-F-L-A-M-N-I-M-N-U-N-W-A-W-H-A Hamza Ya Salam alaikum. فهي كانت تحضر في المدرسة تأتي في المدرسة وتحضر في المدرسة ويلا أنا تستطيع تقرأ عربية ولذلك نحن أعطيناها شيء حتى نشجعها جزاك الله خير السلام عليكم بركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والذي فضل الزمان على زمان وكما فضل المكان على مكان وهو الذي فضل الإنسان على سائر المخلوقات ثم أصلي وأسلم على معلم الأكبر ومربي الأعظم الذي قال في حديثه الشريف خيركم من تعلم القرآن وعلمه أما بعد فيا أحبة في الله نيابة عن المسلمين هنا في منطقة بلومبي خاصة هنا في قرية الذي نحن فيها أرحب بكم جميعا في هذا المساء هنا في سعيد مسجد خاصة في حفرة الكبرى فأحييكم بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقدم الشكر والتقدير إلى دكتور مازن وهو ممثل ومنسق ومجمع هذه مؤسسة السمع والبصر فاونديشن وأقدم الشكر والتقدير إلى مدير هذه المؤسسة هنا في ملاوي وهو مؤهل في إعداد المعلمين إعدادا رسيخا فضيلة الشيخ دينار جابوريكا وأقدم الشكر والتقدير إلى مدير مدارس القرآنية رئيس قسم الدعوة فضيلة الشيخ عمر مطولة ولو كان بعيدا
وكما لا أنسى الشكر والتقدير إلى مسجل مؤسسة السمع والبصر فضيلة الشيخ بشير أمان وبقية الأساتذة الأجلاء الفضلاء جزاكم الله عنا خير جزاء. أيها الضيوف والإخوة، نحن في هذه الأزمنة وغيرها من الأزمنة نحس ونتشرف بكمال دين الإسلام الذي لم يدرك مجالا من المجالات أو نشاطا من النشاطات إلا وقد دل الأمة إليها وحذرها عن مخالفاتها. ومن هذه المجالات التي دل عليها كمال دين الإسلام العلم، فالمعلوم أن العلم حياة القلوب وقوة الأبدان من الضعف، حيث أن العلم ضروري لكل من يريد الفضل والفوز والفوز في الدنيا والآخرة. وفضل العلم وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أيها الأخوة، وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العلم فقال: اطلب العلم من المهدي إلى اللحدي. من المعلوم أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. معشر الحاضرين، اليوم يوم افتتاح المسجد، يلا ونفرح فرحا عظيما بهذه هدية عظيمة. أنا الداعي هنا، منذ جئت هنا، الذين أسلموا إلى دين الذي ولدوا فيها هم 16. إن شاء الرحمن سأقوم بهذا العمل الدعوة إلى نهاية الحياة. أحبتي في الله، كما أقدم الشكر والتقدير إلى كل من يقوم ببذل جهده في عملية الدعوة والتعليم، خاصة إدارة السمع والبصر فاونديشن، نهنئكم ونسأل الله أن يحفظكم ويخفف عن مسؤولياتكم ويدخلكم في جنته النعيم إن شاء الله. وفي التراش أسأل الله أن يوفقكم جميعا لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الآن نحن في منطقة بالومبي، جئنا هنا لكي نفتتح المسجد الوالدين افتتاح رسمي. نشكر الأخوة من دولة قطر بواسطة الدكتور مازن الهاجري والداعية فاطمة العري على هذه التبرعات طبعا، ونشكر الأخوة الأخوة المتبرعين لهذا المسجد، المسجد الوالدين. نحن هنا في منطقة ملاوي، ونشكركم وندعو لكم الخير وندعو لكم العافية وحياة طيبة، وأن يبارك الله سبحانه وتعالى في أموالكم وإخوانكم، ونشكر على هذه التبرعات. ونقدم الشكر على الأخوة المتبرعين من دولة قطر. نحن في هذه المنطقة بعدما بنينا هذا المسجد إن شاء الله سنحتاج إن شاء الله أتبرع للبئر، أن نحفر البئر، وكمان ما شاء الله بنينا الحمامات
وكمان سنحتاج المدرسة العصرية في الصباح والمساء الإسلامية حتى يعني الأولاد إن شاء الله يستفيدون من هذا المكان. وكمان نريد أن نبني البيت لأخي داعية شافي كما سمعتم هو داعي ما شاء الله متقن والذي أرقى الكلمة الخطبة بالعربية فهو متقن يعني الداعي المتمكن نريد أن نشجعه حتى إن شاء الله يسكن هنا. وكمان رأيتم الأولاد النصرانية هم موجودين هنا وهم يحضرون في هذا المدرسة وهذا شيء عجيب لابد أن نشجعهم. فنشكر الأخوة المتبرعين وجزاكم الله خير. السلام عليكم. وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا. الجهل ديدننا واللهو مرتعنا والوهن سال دماء من مآقينا.